زي ما انت شايف كده، احنا كده ضفنا اللغة الانجليزية مع اللغة العربية. دلوقتي انا بس لو رفعت كده اللغة العربية فوق عندي، الجهاز كله اتحول باللغة العربية قدامي بالشكل ده كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هقول لك طريقة تعريض أي هاتف لا يدعم اللغة العربية مهما كانت صناعته أو نوعه بدون سوفت أو روم. إن شاء الله في الفيديو ده هيبقى مهم جدا، تابع معايا كده الشرح المفتوح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيديو جديد وهقول لك ازاي تقدر تعمل على تعريب الهاتف بتاعك ايا كان نوع الجهاز ايا كان نظامه. دلوقتي انا علشان اكون صريح معاك، ممكن الشرح ده تستخدم فيه روت وممكن لا، بس جرب معايا. دلوقتي عندي باللغة الانجليزية، عندي دي لغة الهاتف في اللغة الانجليزية. كل اللي عليك علشان محتاج تعرب الجهاز ده، تروح عندك على الاعدادات وبتدور على حاجة اسمها هنا لانجويج. هتبدأ تدور عليها كده، هتلاقيها بالاسم ده كده. انا هقول لك اللغه الانجليزيه دلوقت علشان هنحوله حالا باللغه العربيه. هتدور على اي حاجه او بالشكل ده كده، لو انت مش فاهم اللغه الانجليزيه على طول بتضغط ضغطه كده عليها، وتروح عندك على كلمه لانجويجز برضو، هتلاقي نفس الكلمه كده تمام، ضغطه واحده كده عليها وتقول له هنا اد لانجويج، يعني اضافه لغه. هتضغط ضغطه كده عليها، وبعد كده بتدور على اللغه العربيه، هتلاقيها مكتوبه هنا باللغه العربيه ومكتوب جنبها بين قوسين هنا مصر. ممكن تلاقي اللغه العربيه في الوطن العربي، ممكن تلاقي مصر والكويت أو السعودية أو زي ما أنت شايف كده. عندك كل لغات العالم أهي، بتختار من هنا اللغة العربية. وبعد كده بتشيل اللغة العربية دي، بتضيفها أول واحدة، وعلى طول هنا الجهاز كله اتحول باللغة العربية زي ما أنت شايف ده كده. طيب دلوقتي نظام الجهاز اتحول باللغة العربية كده. طيب لو الجهاز نظامه نفسه أصلاً ما بيدعمش اللغة العربية، نعمل إيه؟ هتروح عندك على متجر بلاي، وهتبدأ تنزل التطبيق اللي أنا هقول لك عليه اللي هو مور لانجويج. مور لانجويج، هتبدا كده تفتح من التطبيق ده وتختار اول واحده اللي هو ده. هو تقريبا ملوش صوره او الصوره شبه مخفيه شويه، بس انت بس مجرد ما بتنزل البرنامج ده على طول بتعمل له فتح، هتعمل له تنصيب وفتح هنا، وزي ما انت شايف كده هيبدا ينزل لك كل لغات العالم اللي انت عاوزها. هنا عندك اللغه العربيه، تيجي تدور عليها فوق كده هتلاقيها فوق هنا اللغه العربيه مصر، تضغط ضغطه واحده كده عليها، او لو انت مش عارف تضغط هنا او تعمل اللغة العربية، بتضغط على الثلاث نقط اللي فوق دول وتضغط على add location تمام. هتروح عندك فوق هنا على كلمة language، هتروح عندك هنا هتكتب هنا بالسمول AR، والcountry هتكتب هنا بالكابيتال EG، يعني هنا Arabic وهنا Egypt، وفوق هنا بتكتب هنا بالكابيتال AR تمام. بعد كده تضغط على كلمة add، هيبدأ يتعمل لك إضافة، وزي ما انت شايف كده مجرد بس ما بتضغط عليها على طول هيحول لك الجهاز بتاعك باللغة العربية. طيب تعالوا بينا كده نجرب، لما اجي ارجع نظام الجهاز خالص من اللغة الانجليزية انا هجرب معاكم كده علشان يبقى الموضوع ايه موثوق منه قوي. زي ما انت شايف كده انا رحت عندي على اللغة والادخال، وهبدأ اختار عندي هنا اللغة الانجليزية واخلي نظام الهاتف بالكامل باللغة الانجليزية تمام. وهذا ما انا قلت لك كده، واتفقنا هنبدا نرفع اللغه فوق اللغه العربيه، وهعمل ازاله تماما للغه العربيه عشان اكون صادق معاك في الشرح بتاعي. كده لغه الجهاز اتحولت باللغه الانجليزيه زي ما انت شايف كده. دلوقتي بروح افتح التطبيق اللي انا قلت لك عليه، وزي ما احنا اتفقنا كلمه AR اللي احنا عملناها مجرد بس ما بتضغط عليها ضغطه كده على طول الجهاز بتاعي بيتحول بنظام اللغه العربيه، وبيبدا ينزل فيه نظام اللغه العربيه عادي جدا. طيب ولنفترض مثلا ان التطبيق لازم يشتغل بروت، للاسف ان المحاكي بتاعي بيقدر يتعامل بالروت، ان انا اقدر اعمل روت في اي وقت، اي وقت في المحاكي هنا، لكن معظم الهواتف ما بتدعمش الروت بالنظام ده. انا بس مجرد ضغطة زرار اقدر اعمل روت كامل للجهاز، لكن ان شاء الله التطبيق ده هيشتغل معاك من غير روت. وانا قلت لك في الفيديو ده طريقتين علشان تقدر تحول اعدادات او نظام الهاتف بتاعك للغة العربية. وبكده انا شرح انتهى. هتلاقي رابط التطبيق موجود في الوصف او التعليقات، واشوفكم في حلقة جديدة. ياريت متنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب للقناة، ومع السلامة.